حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمره الى الحج الى يوم عرفه فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منا وعن ابن شهاب عن عروه عن عائشه مثله تابعه ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب